انت وبس. اول موقع مرأة متخصص يهتم بكل ما يخص المرأة. هنتكلم عن ربطات الطرح المناسبة للجامعة والماتيريالز وأشكال الوشوش اللي يليق عليها. أول حاجة الألوان، لازم نختار ألوان صباحية، بلاش نختار ألوان فيها ذهبي أو فيها فضي أو فيها ماتيريالز مش لايقة على الصبح زي الساتان، زي الحاجات اللي بتبقى بتلمع قوي. ياريت نختار ألوان تبقى هادية للصبح، نختار ألوان مناسبة تبقى يعني تبقى ألوان الربيع شوية. بالنسبة للربطات الطرح، ممكن نعمل تربون، ممكن نعمل طرحة الاسبانيش العادية، ممكن ان احنا نعمل ربطات طرح اللي هي لفت الطرحة العادية بس بتكنيكس مختلفة. هنربط الطرحة من قدام بالشكل ده حيث ان احنا مبينش اي فندانة من تحت. هنرجع الطرف الاول ده ورا، هنثبته كويس بدبوس من ورا. الطرف التاني ده ممكن ان احنا نعمل بيه كذا شكل. اول شكل ان احنا ممكن نلفه بالطريقة دي ونجيبه من الجنب من هنا، ده شكل ونثبت اوكي. تاني شكل ممكن نعمله ان احنا نفرده عادي جدا ونثبت من ورا. ده شكل تاني. تالت شكل ممكن نعمله، هنفك الستيب الاولانية اللي احنا عملناها هنعملها زي فوليوم شوية من الناحية دي وهنجيب دي عليها. التكنيكس بقى في لفة الطرح، المفروض ان احنا عندنا كذا وش اشكال وشوش مختلفة، ممكن ان احنا نعمل لفة الطرحة هي تبقى لفة طرحة عادية بس كل وش وليه تكنيك. يعني مثلا الوش الطويل نحاول ان احنا نقلل من هنا الفندانة شوية ونعمل زاوية عند الوش من هنا على اساس ان احنا ندور الوش على قد ما نقدر. طيب ده للوش الطويل. بالنسبة للي وشها مدور قوي، ما يفضلش خالص انها تعمل كسر من ناحية الوش من هنا، يفضل ان الطرحة تبقى نازلة كده ستريت علشان تدي طول شوية للوش وشها يبقى بيضاوي. طيب ايه النصايح اللي ممكن اقدمها لكم؟ ممكن اقدم لكم نصايح ان بلاش نستخدم ماتيريالز في وقت طويلة زي الشيفون ان احنا نقعد بيها 6 ساعات، لانها بتبقى مؤذية للرقبة، مؤذية ان احنا نبقى بتحرنا اكتر، فما بتبقاش عملية كمان للوقت الطويل. بالنسبة للماتيريالز، الأقطان، الحاجات الطرية، الألوان الفاتحة دي بنصحكم بيها جدا، ان احنا فترة الجامعة بنفضل قاعدين مدة طويلة قوي، عايزين حاجة تبقى خفيفة على رقبتنا وحاجة ما بتحرناش، حاجة تريحنا طول اليوم نقدر نكمل بيها اليوم لحد الليل. انتي وبس. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواري، أحد مواقع مجموعة وشوش الإعلامية انتي وبس.com.